COVID-19 هو فيروس جديد يتعرض له البشر، وليس لدينا حتى الآن أدوية أو لقاحات لعلاجه. أفضل طريقة يمكننا من خلالها محاربة فيروس COVID-19 هي الانتباه للفيروس من خلال اختباره ووقف انتشاره. دعونا نلقي نظرة على بعض الأسئلة الشائعة حول اختبار COVID-19. أنا لست مريضاً، فلماذا أحتاج إلى الاختبار؟ لوقف انتشار المرض نحتاج إلى معرفة ما إذا كنا قد تعرضنا إلى COVID-19. قد تحتاج إلى إجراء اختبار إذا ظهرت عليك أعراض، أو إذا كان شخص ما تعيش معه أو تعمل معه أو تكون على اتصال وثيق به قد أثبت التحليل أنه إيجابي لCOVID-19. نظرا لأن بعض الأشخاص مصابون بالفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض، فقد تحتاج إلى إجراء اختبار حتى إذا لم تشعر بالمرض لمنع انتشار الفيروس. سمعت أن الاختبار مؤلم، ماذا يجب أن أتوقع؟ هناك اختباران لCOVID-19. الأول هو مسحة الأنف، والتي ستفرك بأمان المنطقة الداخلية للأنف، وستظهر النتائج إذا كنت تحمل حالياً COVID-19. قد يكون هذا الاختبار غير مريح أو مؤلم قليلاً، لكنه لن يؤذيك. والثاني هو فحص الدم، إنه اختبار الأجسام المضادة الذي سيختبر بعضاً من دمك، وتظهر نتيجة التحليل ما إذا كان لديك سابقاً COVID-19. ماذا يحدث إذا كان الاختبار إيجابياً؟ إذا كان الاختبار إيجابياً لCOVID-19، فسوف يتواصل معك طبيبك أو الممرضة لإعلامك بعد يوم أو يومين من الاختبار، وسيتحدثون معك حول كيفية إبقائك آمناً. إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس أو ألم في الصدر، فاتصل بالرقم 911 واطلب رعاية الطوارئ على الفور. سيتحدث معك الطبيب أيضاً حول كيفية منع انتشار الفيروس إلى أشخاص آخرين أثناء مرضك وبعد الشفاء. سيساعدك طبيبك في تحديد الوقت المناسب لمغادرة المنزل بعد الحجر والتواجد بالقرب من أشخاص آخرين. ماذا لو كنت قلقاً بشأن التكلفة أو التأمين الصحي الخاص بي؟ تقدم العديد من المراكز الصحية المجتمعية اختبارات مجانية. في كليفلاند سيوفر مركز Neighborhood Family Practice اختبارا مجانيا، سواء كان لديك تأمين صحي أم لا. سمعت أن الأطباء يقومون بحقن الأشخاص عمدا بCOVID-19، هل هذا صحيح؟ بالتأكيد لا. قد يعلم الناس أنهم مرضى بعد زيارة الطبيب لأن الطبيب أعطاهم اختبار COVID-19 حتى لو لم يشعروا بالمرض. بالتأكيد لا يقوم الأطباء بحقن المرضى بCOVID-19. إذا فاتتني أيام من العمل بسبب نتيجة اختبار إيجابية، كيف سأدفع فواتيري؟ إنه قرار صعب للغاية أن تختار بين صحتك ودخلك الشهري. إذا ذهبت إلى العمل مريضا، فستعرض جميع زملائك في العمل لخطر الإصابة بCOVID-19. من المحتمل أن يرسلك صاحب العمل إلى المنزل إذا كنت مريضا. من الأفضل التحدث إلى صاحب العمل حول الخيارات المتاحة أمامك لأخذ إجازة مرضية. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في هذا الأمر، اتصل بالكيس وركر الخاص بك.